من جانبه أكد الدكتور سلمان الرواف أستاذ الطب في جامعة إمبيريال كوليج لندن في برنامج بكم نعود، أكد على وجود دراسة علمية تكشف تأثير فيروس كورونا على رئة الإنسان. وهنا المشكلة الكبيرة في موضوع كوفيد 19 وكورونا إنفكشن، أنه الجسم اللي احنا عادة نسميه العاصفة الخلوية أو السيتوتوكسيك ستورم باللغة الإنجليزية، أنه هذا التفاعل الشديد اللي يحصل نتيجة استجابة الجسم السريعة يتلفنا خلايا الرئتين بشكل أحيانا شديد جدا، قد تؤدي إلى للأسف الشديد إلى الوفاة.